ارتفاع عدد الوفيات في العالم نتيجة فيروس كورونا لنحو 94 ألف شخص أغلبهم في أوروبا. ترامب يقول إن فيروس كورونا بلغ ذروته في الولايات المتحدة وأن بلاده تختبر عشرات الأدوية. رئيس الوزراء البريطاني يغادر العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة محافظات مصر حملاتها الأمنية لمتابعة تنفيذ قرارات حظر الحركة على الطرق العامة لمكافحة فيروس كورونا. في ظل ما تتخذه الدولة من قرارات وإجراءات احترازية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، فإن أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها لمتابعة مدى التزام المواطنين بتلك القرارات والإجراءات. فهنا خدمات أمنية تتابع باستمرار مدى التزام القائمين على المحال التجارية والحرفية والمولات التجارية بقرارات تنظيم غلقها وفتحها، فالغلق يبدأ من الخامسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي وفقا لقرار مجلس الوزراء. استجابة كبيرة من المواطنين لتلك القرارات ومتابعة ميدانية من أجهزة وزارة الداخلية لضمان الالتزام وضبط المخالفين، وهو ما بدا واضحا من خلال تلك المشاهد للمحلات المغلقة. ونجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة في ضبط 226 مخالفة في مجال غلق المحال والمقاهي والمراكز التجارية وغلق 13 مكانا لأنشطة تعليمية. كما واصلت أجهزة الوزارة جهودها لتطبيق قرار حظر تحرك المواطنين، والذي يبدأ من الثامنة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، حيث انتشرت الخدمات والارتكازات الأمنية في الشوارع والميادين بمختلف المحافظات للتأكد من الالتزام الكامل من قبل المواطنين بقرار الحظر حفاظا على سلامتهم وصحتهم. فقط يسمح للفئات التي تقتضي طبيعة عملها بالعبور بعد إبراز الهوية التي تثبت ذلك. كما تجوب الأقوال الأمنية الشوارع طوال الليل لمتابعة تطبيق القرار وتوفير مظلة تأمينية لحماية الأرواح والممتلكات وضبط الخارجين عن القانون، في ظل خلو تام للشوارع من المارة التزاما بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن. ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل أجهزة وزارة الداخلية تجاه المخالفين لقرار الحظر. وتزامنا مع الإجراءات الأمنية لتطبيق ما تتخذه الدولة من قرارات لمجابهة انتشار فيروس كورونا، تقوم أجهزة الوزارة بإجراء عمليات تعقيم وتطهير متواصل وفقا لبرنامج زمني للمنشآت الشرطية والأماكن المحيطة بها لحماية المترددين عليها، مساهمة منها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أشاد خبراء بقطاع السياحة بالقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد. تم إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العامة وأساطيل النقل السياحي، كما وجهنا بتأجيل مستحقات الشركات العاملة في قطاع السياحة. هكذا كانت القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قطاع السياحة الذي تأثر بوباء فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم، قرارات من وجهة نظر الخبراء أنها تساعد على الحفاظ على العمالة المدربة ورفع العبء عن المنشآت السياحية.
أول مرة الحكومة بتتعامل معانا بشفافية، وابتدأ يحصل استيعاب عالي جدا إن ما بدأ أهمية القطاع السياحي والدخل اللي بيدخله للدولة. فبالتالي فخامة الرئيس استسقى قراراته من السيادة الوزراء ومعالي رئيس الوزراء في إزاي الحفاظ على القطاع والحفاظ على العمالة اللي موجودة في القطاع وتجهيز الفنادق وتجديدها استعدادا في فترة الركود اللي احنا موجودين فيها حاليا، استعدادا للرواج السياحي إن شاء الله اللي هيتم بأسرع وقت ممكن مجرد انتهاء موضوع كورونا ودخول نسب الأمان المتاحة، ونقدر نفتح مطاراتنا ونقدر نشتغل تاني بمنتهى القوة بإذن الله. يرى بعض المستثمرين أن هذه الإجراءات تساهم أيضا في انتظام عمليات تشغيل وصيانة الفنادق بحيث يكون مستعدا لاستقبال موسم السياحة وقت انتهاء الأزمة. ودي قله امل لينا كبير جدا ان احنا نستأنف النشاط بتاعنا، لان كان في بعض برضو تعثر شديد لرجال الاعمال وبعض المنشات السياحيه. ان الدوله قامت بدور قوي جدا، وان شاء الله اول ما تيجي الفرصه ونعدي الازمه دي احنا واقفين جنب دولتنا. طلب بعض القائمين على صناعه السياحه بمزيد من التسهيلات لضمان الحفاظ على الكيانات السياحيه، خاصه فيما يتعلق بالتمويل المالي. احنا متوقعين نكون مفيش فايدة خالص، نكون زيرو فايدة، بحيث ان المبلغ يتم منحه بدون فوائد، زائد ان الدراسات الائتمانية اللي بتعمل على الكيانات السياحية تكون بسيطة وسهلة، ومش هقول ان الرقم مطلق، احنا بنتكلم في رقم حدوده قيمة تكلفة دخول العاملين من النهاردة لغاية نهاية 2020. تسعى الحكومة جاهدة من خلال اجراءاتها وقراراتها في مساندة قطاع السياحة ليكون أكثر قوة وصلابة في مواجهة هذا الوباء العالمي. قرارات رئيس الجمهورية بدعم القطاع السياحي سواء كان بإرجاء المستحقات المالية على المنشآت السياحية لمدة 6 أشهر أو تقديم تمويل مالي لاستمرار عملية التشغيل هي قرارات وصفها صناع السياحة بأنها قبلة حياة جديدة لهذا القطاع الحيوي، ويمثل حائط صد جديد ضد تداعيات فيروس كورونا. محمد الخطيب، النيل. أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كوفيد 19 في اليمن تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة حضرموت. وأوضحت اللجنة أن الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الفرق الطبية والأجهزة المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وكانت منظمات إغاثية قد حذرت من أن وصول وباء كورونا المستجد ينذر بكارثة بسبب القطاع الصحي المنهار بفعل سنوات الحرب. أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 355 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3287 حتى الآن. وأكدت الوزارة 3 حالات وفاة جديدة ليبلغ مجموع الوفيات 44 حالة مقابل 35 حالة تعافي جديدة، بحيث وصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 666 شخصاً. في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا، تتجه مزيد من الدول العربية نحو تجديد إجراءاتها بتمديد ساعات حظر التجوال أو العزل التام. في لبنان أعلنت الحكومة تمديد حالة العزل العام المستمر منذ شهر لمدة أسبوعين آخرين حتى 26 من أبريل، وذلك بعد أن أحصى التقرير الحكومي ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس لأكثر من 580 حالة إصابة وعدة وفيات. أعلنت في لبنان الشهر الماضي حالة التعبئة العامة الطبية، وأغلقت معظم الأعمال التجارية، كما تم إغلاق المطار الوحيد بالبلاد باستثناء عدد قليل من الرحلات التي تتولى عودة المغتربين. وفي الأردن قررت الحكومة فرض حظر التجوال التام على مستوى البلاد لمدة 48 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الخميس لحماية نحو 10 ملايين شخص، والسماح في الوقت نفسه بوصول الطواقم الطبية دون عائق إلى المناطق التي يشتبه في انتشار الفيروس بها.
أما في منطقة الخليج أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل أكثر من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المسجلة إلى أكثر من 900 حالة. كما أعلنت الصحة العمانية تسجيل نحو 40 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة لأكثر من 450 حالة. وفي دول أخرى سجلت الإصابات بالمئات، كما في العراق والجزائر وتونس والمغرب. وعلى مسار دعم دول المنطقة في مواجهة تفشي الوباء، أكدت الجامعة العربية أهمية وضع خطة عمل مشتركة مع الصين لمكافحة كورونا من خلال التشاور ومشاركة المعلومات الأساسية حول الفيروس الذي كانت بؤرة انتشاره الأولى مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي. أفادت أحدث البيانات بأن انتشار فيروس كورونا المستجد أسفر عن وفاة نحو 94 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وتم تشخيص أكثر من 1,567,000 ألف إصابة في معظم أنحاء العالم، إلا أن أغلب الإصابات والوفيات تتركز في أوروبا. منذ ظهوره في ديسمبر الماضي حصد فيروس كورونا المستجد أرواح نحو 94 ألف شخص في أنحاء العالم أغلبهم في أوروبا. الحالات التي تم تشخيص إصابتها بالفيروس تخطت 1.5 مليون إصابة في 192 دولة منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19، غير أن هذا العدد لا يعكس إلا جزءا من الحصيلة الحقيقية، لأن عددا كبيرا من الدول لا يجري فحوصا إلى الحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. وتعتبر إيطاليا أكثر الدول تضررا من الوباء، حيث توفي بها أكثر من 18 ألف شخص. تلتها الولايات المتحدة بإجمالي وفيات بلغت نحو 16 ألفا، ثم إسبانيا بنحو 15 ألف وفاة، وفرنسا بنحو 12 ألف وفاة، ثم المملكة المتحدة بنحو 8000 وفاة، بينما لم تتخطى حصيلة الوفيات في الصين، وهو البلد الذي ظهر فيه الوباء للمرة الأولى في نهاية ديسمبر، 3400 وفاة. ووفقا للأرقام العالمية، فإن القارة التي سجلت أقل عدد في الوفيات هي القارة الإفريقية، حيث بلغت نحو 700 وفاة من أصل نحو 12 ألف إصابة، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن بلدانها تشعر بتأثير الأزمة، حيث من المتوقع أن تنكمش الاقتصادات، ما يشكل تهديدا لنحو 20 مليون شخص. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تشهد حاليا ذروة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الأمريكيين يمضون قدما لهزيمة الفيروس. وأوضح ترامب أنه يجري تقييم 19 عقارا طبيا لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم إجراء أكثر من 2 مليون فحص على حالات الاشتباه بالفيروس في الولايات المتحدة. تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 16 ألف حالة وفاة وأكثر من 460 ألف حالة إصابة. من ناحية أخرى، أظهر استطلاع حديث للرأي أن معدل الرضا الشعبي عن الأداء الوظيفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سجل ارتفاعا قياسيا جديدا، تزامنا مع دعم الناخبين الأمريكيين للبيت الأبيض والكونغرس في المعركة ضد فيروس كورونا. ما زالت جائحة فيروس كورونا المستجد تجتاح أنحاء الولايات المتحدة أمام محاولات من الإدارة الأمريكية للسيطرة على الوضع، حيث تجاوز عدد وفيات الفيروس في الولايات المتحدة 16 ألف حالة وفاة، وهو مؤشر عالي جديد على استمرار انتشار الوباء في البلاد. وسائل إعلامية أعلنت أنه تم تسجيل أكثر من 460 ألف حالة إصابة بالفيروس في أنحاء الولايات المتحدة، لتسجل أكبر عدد في حالة الإصابة بالفيروس في العالم، لكنها تأتي في المرتبة الثالثة بعد إيطاليا وإسبانيا في أعداد الوفيات. ومن المتوقع أن يرتفع عدد حالات الإصابة والوفيات في الولايات المتحدة، حيث حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت الماضي من الأسبوعين التاليين باعتبارهما أصعب أسبوعين بشأن تفشي الفيروس في البلاد. وأدى تفشي الفيروس في نيويورك ونيوجيرسي إلى ارتفاع كبير في الوفيات في البلاد، كما شهدت لويزيانا وميتشيغان وولايات أخرى أيضا زيادة حادة في عدد الحالات. في سياق متصل، قال الجنرال مارك مايلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إن الجيش الأمريكي على أتم الاستعداد لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
استعداد الجيش الأمريكي ما زال عاليا، ولا يجب أن يشكك أحد في قدرة القوات الأمريكية على الرد والدفاع عن الشعب الأمريكي إذا تطلب الأمر. إن القوات الأمريكية مستعدة وجاهزة، وجميع أسلحة الجيش مستعدة تماما للتعامل مع وباء كورونا. وعمل مسؤولو الصحة وحكام العديد من الولايات الأمريكية على احتواء تفشي الوباء، محذرين من أنهم يفتقرون إلى المعدات اللازمة للحد من انتشار الفيروس شديد العدوى، بينما أعرب العديد من المسؤولين عن تفاؤلهم في الأيام الأخيرة من أن إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الإصابة بالفيروس سيكون أقل من التوقعات الأصلية التي تتراوح ما بين 100,000 و200,000. على صعيد متصل، أظهر استطلاع حديث للرأي أن معدل الرضا الشعبي عن الأداء الوظيفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سجل ارتفاعا قياسيا جديدا، تزامنا مع دعم الناخبين الأمريكيين للبيت الأبيض والكونغرس في المعركة ضد فيروس كورونا. وأشار الاستطلاع إلى أن 49% من الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب لوظيفته بزيادة 1% عن الأسبوعين الماضيين. غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحدة العناية المركزة في مستشفى سان توماس بوسط لندن التي نقل إليها الاثنين الماضي للعلاج من أعراض فيروس كورونا الذي أصابه. وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة أنه تم نقل رئيس الوزراء من الرعاية الفائقة إلى جناحه بالمستشفى، حيث سيحظى بمتابعة دقيقة في هذه المرحلة المبكرة من تعافيه. كان جونسون قد أدخل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى سان توماس في لندن الاثنين الماضي إثر تدهور حالته جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد. وسط إجراءات احترازية مكثفة، ما زالت أوروبا القارة العجوز تنتظر الخلاص من لقب أسوأ بؤرة وباء كورونا على مستوى العالم، بعد أن بلغت حصيلة ضحايا الفيروس لديها أكثر من 60,000 حالة وفاة و 770,000 إصابة. تنفرد إيطاليا بالمستوى الأول في إحصائيات الإصابة بالمرض بحصيلة تجاوزت 17,500 حالة وفاة ونحو 140,000 إصابة. وعلى الرغم من هذا الوضع السيء، أظهرت مؤشرات الضحايا تباطؤ معدل الوفيات في إقليم لومبارديا الشمالي، أسوأ مناطق إيطاليا إصابة بفيروس كورونا. واحتلت إسبانيا المرتبة الثانية أوروبيا بحصيلة ضحايا جاوزت 14,500 حالة وفاة ونحو 147,000 إصابة. وحرصا من السلطات على سلامة المكلفين بالحفاظ على حياة المواطنين، تم تطبيق خطة وقاية مكثفة للتأكد من سلامة أطقم الأطباء والتمريض والعاملين في المجال الصحي. واحتلت فرنسا المرتبة الثالثة في مؤشر الضحايا والإصابات أوروبيا بفيروس كورونا، مع تسجيل نحو 11,000 حالة وفاة ونحو 113,000 إصابة. وبدا وسط العاصمة باريس مهجورا بعد أن حظرت السلطات المحلية جميع الأنشطة الرياضية التي تقام في الهواء الطلق، وامتثل معظم السكان على الفور بالقيود الجديدة كل بأسلوبه الخاص. أضع بالفعل غطاء على أنفي منذ نحو أسبوع، لأني إذا أصبت بفيروس كورونا ولم أعلم لا أود أن أنقله للآخرين. من المفترض أن يصبح ما أفعل تصرفا عاما لدى الجميع، فكل فرد منا يجب أن يفعل ذلك أيضا. وفي بريطانيا التي يخضع رئيس حكومتها بوريس جونسون للرعاية المركزة، تجاوزت مؤشرات ضحاياها 7,000 حالة وفاة، أما إجمالي الإصابات لديها فجاوز 60,000 إصابة. ووسط توقعات بتحطيم مؤشرات الضحايا والإصابات في بريطانيا أرقاما قياسية، تعكف السلطات على التحقق من إصابة أي مواطن في سباق مع الزمن. نواصل تحديث قواعد أعمالنا على الإنترنت، ونعمل بكثافة على إنجاز 100,000 اختبار في جميع أنحاء المملكة المتحدة بحلول نهاية هذا الشهر. هذا هو هدف الحكومة في التعامل مع الوضع، ونعمل على تحقيقه. هكذا بدت أكثر دول أوروبا معاناة من فيروس كورونا، وتأمل أوروبا تجاوز نفق الوباء الذي يسبب لها العناء.
في العاصمة الإسبانية مدريد، دافع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز عن قراره بتمديد حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا. بعد هذه الأسابيع عندما تكون المعركة قد خفت، سوف نرى أن جائحة كورونا بدأت عملية السيطرة عليها. البيانات التي نستخدمها بشكل منطقي هي إيجابية. وصلنا وتخطينا فترة الذروة من كوفيد-19. نجد أنفسنا قريبين من بداية المنحنى التنازلي، وهو ما يسمى بتناقص الحجم. في سياق متصل، طالب بابلو كاسادو زعيم حزب الشعب المعارض في إسبانيا بإعلان الحداد الوطني حزنا على ضحايا فيروس كورونا. هذه دراما قومية رهيبة، وأطلب منكم التوقف عن الحديث عن خطوط الرسم البياني العلوية ومنحنى الرسم البياني. توقفوا عن نزع الطابع الشخصي عن هذا الألم الرهيب، مذبحة الأرواح البشرية. دعونا لا نحول إلى إحصائيات بسيطة عشرات الآلاف من الأرواح والحزن خلال العزلة. الضحايا يطالبون برؤية عامة واحترام من كل المجتمع، ولهذا السبب أطلب منكم مرة أخرى كما فعلت قبل نصف شهر إعلان الحداد الوطني حتى نتغلب على هذا الوباء. من جانبه، قال سانتياغو أباسكال زعيم حزب فوكس الإسباني إن حكومة سانشيز تدير أزمة فيروس كورونا بكل سوء. لقد حققت الحكومة أعلى معدل للوفيات. حكومة كوما أيها السيد سانشيز والسيد إغليسياس هي المسؤولة عن أسوأ إدارة لهذه الأزمة في العالم، وبالتالي تتحملان المسؤولية القصوى عنها. في العاصمة البلجيكية بروكسل، أقر وزراء المالية الأوروبيون خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 500 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد. وقالت تقارير صحفية إن خطة الإنقاذ الأوروبية تجاهلت مطلبا إيطاليا إسبانيا فرنسيا مشتركا بإتاحة الحصول على قروض بضمان من التكتل بأسره. في مدينة نيويورك، قال أنطونيو غوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة أمام جلسة مغلقة عبر الفيديو كونفرنس لمجلس الأمن الدولي إن فيروس كورونا المستجد يشكل تهديدا كبيرا لصون السلم والأمن. كان مجلس الأمن الدولي قد اجتمع للمرة الأولى لاتخاذ موقف موحد لمكافحة فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 1.5 مليون شخص في أكثر من 200 دولة. ختاما لنشرتنا، هذا تذكير بأهم العناوين. ارتفع عدد الوفيات في العالم نتيجة فيروس كورونا لنحو 94 ألف شخص، أغلبهم في أوروبا. ترامب يقول إن فيروس كورونا بلغ ذروته في الولايات المتحدة وأن بلاده تختبر عشرات الأدوية. رئيس الوزراء البريطاني يغادر العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا. وصلنا مشاهدينا إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.